موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال باب الرهن، قال: وهو المال يجعل وثيقة بالدين. يبقى المال نقد أو عرض، يبقى إذا ممكن الإنسان يرهن ذهب، فضة، يرهن أشياء أخرى، يرهن منزل، يرهن حيوان إلى غير ذلك، سيارة مثلا. المال يجعل وثيقة بالدين ليستوفى منه، وفي الحقيقة يستوفى منه أو من ثمنه. يستوفى منه، ها؟ يستوفى منه إن كان من جنس الدين، إن كان يعني مثلا رهنه نقود ودينه نقود، فسنستوفي منه. لكن لو مثلا الدين نقود وهو مستوفي أرض، فهنعمل إيه؟ سنبيع الأرض ونستوفي منه ثمنها. فهمتم؟ بارك الله فيكم. قال: قال هو المال يجعل وثيقة بالدين ليستوفي منه، وكتب ليستوفي بالياء، والأفضل لخلاف مبني المجهول ليستوفى منه إن تعذر وفاؤه من المدين. أريد أن أكتب خطوط عامة، خطوط عامة. يبقى عقد الرهن اللي احنا بنتكلم هيبقى فيه أركان، فيه هنتكلم عن الراهن، هنتكلم عن الرهن نفس الشيء اللي رهناه، هنتكلم عن المرهون به اللي هو الدين أو غيره، وهنتكلم على المرتهن. الراهن اللي هو المدين، ودايما بأكد لأن بيبقى فيها قدر من يعني إيه يعني الإشكال البسيط، إن البعض لأن راهن على وزن دائن فبيفهمها غلط. يعني بعض الشباب اللي يكون كلمة راهن على نفس وزن إيه دائن فيفهمها بالعكس. ففي الحقيقة راهن لأنه صاحب المال الذي يعني صاحب الرهن نفسه. فهو مين اللي هيخرج الرهن؟ المدين ولا الدائن؟ المدين. ولذلك الراهن هو سمي راهن لأنه هو الذي أخرج الرهن، بس هو في الحقيقة إيه؟ مدين. اللي هيأخذ الرهن ويكون عنده الرهن بالأساس هو المرتهن، اللي هو مين بقى؟ دائن. جيد؟ طيب، يبقى عندي راهن، رهن مرهون به، ها؟ طيب الرهن خلاص، الرهن نفسه هيبقى فيه شروط. يعني مثلا هيقول لي لابد ان يكون معلوم قدره، يعني انت بترهنني قد ايه؟ انتوا معايا ولا لا؟ وصفه. ايضا من شروطه اللي هناخدها ان يصح بيعه. احنا واخدين رهن عشان ايه؟ نستوفي منه او من ثمنه. طيب، فيبقى مثلا معلوم قدر، وصفه، جنسه، يصح بيعه. المرهون به نوعين، المرهون به نوعين، بس قبل ما اقول نوعين هقول هيبقى اما ان هو دين لازم او دين مآله الى اللزوم، مآله الى اللزوم. يعني مش اي دين هينفع نعمل ايه؟ يبقى بيراه. اما دين لازم زي مثلا ثمن سلعة مثلا، يبقى ده اسمه دين ايه؟ لازم. الديون لازمة، قرض، كل دي اسمها ديون ايه؟ لازمة. مآله للزوم زي الثمن في مدة الخيار. خد بالك، ده ثمن بعد انتهاء الخيار، معايا ولا لا؟ خلاص الصفقة ايه؟ ها؟ لزمت. يبقى الآن انسان اشترى عليه ثمن، فهو بيقول له خلاص هات لي رهن بالايه؟ ها؟ أو اتفقنا ابتداء ان هيبقى الشراء مؤجل، فبالتالي انا باخد ايه؟ رهن. طيب احنا في مدة الخيار ممكن نفسخ وممكن ما ايه؟ ها؟ ما نفسخش، بس البائع عايز رهن بالثمن. يقول له احنا في مدة اديني رهن، يقول له طب ده البيع لسه ما ايه؟
لم يلزم، بس ده ما قالوا للايه؟ للزوم. فهمتوا يعني ما قالوا للزوم؟ يعني في الغالب العام ان البيعه بايه؟ بتكمل. انتوا فاهميني ولا لا؟ بالاضافه في الحقيقه للديون هنقول عند الحنابله عين مضمونه. عين ايه؟ مضمونه، ودي بيفرقوا يعني بيفتروا بيها عن الشافعيه شويه. واضح؟ وهيبان في باب الضمان اكتر. يعني انسان غصب من انسان، الغصب ده هيبقى للعين، يعني غصب الهاتف. فالمغصوب منه بيقول له اديني، يقول له ساعطيك، يبقى بيقول له اعطيني رهن حتى تاتيني بايه؟ ها؟ ثم قال لا، يبقى ده رهن بايه؟ بدين ولا بعين؟ بعين، بس عين ايه؟ ها؟ مضمونه، يبقى زي المغصوب مثلا. اظن كده فهمتوني، صح؟ شويه معايا ولا لا؟ لكن الدين اللي هو لا لازم ولا ما قاله للزوم ولا، يبقى هذا لا يؤخذ به او لا يصح اخذ الرهن به. كذلك مثلا العين التي هي امانه، رحمكم الله، يعني ما ينفعش انسان يقول لاخر خذ هذه وديعه واعطني رهنا. لا، ده هو في الاصل هو غير ضامن. الاصل ان هو ايه؟ ها؟ معايا ولا لا؟ الاصل ان هو ايه؟ ها؟ غير ضامن. ده كده بس صوره اجماليه. طبعا هنقول هنا يصح بيعه، هنكتب تحتها بس الا ما استثني، وسياتي ان شاء الله. يعني في استثناءات دي كده بس حابب نبقى احنا واخدين. وما تنساش ان الراهن هو مين؟ المدين. اوعى تقول راهن يعني دائن عشان على وزنها، لا، نسرع الخطى ان شاء الله. عين مضمونه زي المغصوب، مش عين مغصوبه زي المغصوب، ما عملناش حاجه. ها؟ بنفرق ايه؟ اللي هو ايه؟ مش فاهم. ماذا تريد ان تقول؟ هو ليه قسمت المضمون دي التقسيمه دي؟ عشان تفهم ان احنا عندنا ديون وعندنا اعيان. ولنضرب مثالا. انت دلوقتي لو اشتريت وما معكش فلوس او اقترضت، واضح ولا لا؟ واحد طلب منك قرض رهن، الرهن ده مقابل دين ولا عين؟ دين. يبقى لو قرض او ثمن ده اسمه ايه؟ دين. لكن هناك رهن مقابل ايه؟ عين. مقابل ايه؟ يبقى الرهن مش على الديون بس، على ايه؟ اعيان كما سترى. وانا متعمد عاملها كده عشان تنور في دماغك. ماشي، دي فيها سجالات كبيره قوي في الكتب الكبيره، يعني الكافي هيبقى اتكلم فيها وغيره وغيره، حتى داخل المذهب فيها كلام. ماشي، طيب. في الضمان اكتر الكلام، يعني مثلا في الضمان الشافعي عندهم قاعده مستقره ان لا ضمان الا للديون. طب انا ضامن اجيب لك العين، انا ضامن انا اجيب لك المغصوب، لا. ليه؟ هنقول ساعتها ان شاء الله. طب نتكلم بس. قال: هو المال يجعل وثيقه بالدين ليستوفى منه ان تعذر، واحنا قلنا يستوفى منه او من ثمنه ان تعذر وفاؤه من المدين، وانتهى الكلام. جمله جديده. قال: ويجوز في السفر، لقوله تعالى: وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضه. أو في الحضر أو غير جيدة، ينبغي أن تكون واه. واضح؟ ماشي، معكش كتاب؟ ماشي. قال: وفي الحضر، قال ابن المنذر: لا نعلم أحدا خالف فيه إلا مجاهدا. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما. مكتوب عندكم إيه بقى؟ لا، مكتوب اشترى ولا استقرض؟ فهمت حاجة؟ إذا كتبها فيما مضى بالمعنى. خلاص بقى، ما يبانت أي كده. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهن له درعة. هل هناك خلاف بين الحديثين؟ ها؟ لا، احنا في كتب ما فيهاش كلام.
قال فأما ذكر السفر فإنه خرج مخرج الغالب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم رهن في الحضر، رهن عند يهودي، ده في الحضر ولا في السفر؟ في الحضر. طب قوله تعالى وإن كنتم على سفر، هذا غالبا يعني، لأن غالبا لن نجد كاتبا في، يعني يقصد أن ده غالبا مش متصور في السفر، لكن في الحضر مش هنعدم إيه من يكتب. طيب قال يصح أي الرهن بشروط خمسة، كونه منجزا. يعني إيه ها كونه؟ ها طبعا أنا ذكرت بعض الشروط وبعض الشروط بالتفصيل. منجزا يعني غير معلق. قال فلا يصح ها معلقا كالإيه كالبيع. يعني مش هيقول له مثلا إن أقرضتني أو أرهنك إن أقرضتني، أو إذا نخلي مثال مثلا إذا جاء رأس الشهر فهذا رهن. لا لا يعلق، بل إما رهن وإما ألا يرهن، هذا أجود. وبيقيسوا على البيع، وإن كان هو هنا ليس فيه انتقال ملك. يعني في الحقيقة الرهن نوع من العقود وحده هو الضمان. يعني الآن الرهن ليس كالبيع، البيع انتقال للملك بعوض، وليس كالهبة انتقال للملك بتبرع. تفهمني ولا لا؟ وذلك عندي معاوضة، عندي تبرع. أما الرهن فده هو استيثاق توثيق، ففي الحقيقة لم ينتقل، ولكن يراد منه أو ها أو غالبا ها سنضطر لإيه لبيعه ها إن عجز، أو بل سنضطر إلى بيعه إن عجز الراهن عن الوفاء، إن عجز الراهن عن ها. فيبقى قد يكون في الغالب ما قاله إنه يصير كالإيه يصير بيعا. ثم قال لا، يعني الرهن يصير في النهاية إيه بيع لو عجز مين؟ المدين اللي هو اسمه الراهن عن السلام. قال كونه منجزا هذه واحد، كونه مع الحق أو بعده، يعني مع الدين في نفس العقد أو ها بعده. ما الصورة إزاي مع الحق؟ يعني هيقول له كده مثلا بعتك هذا بألف إلى شهر ترهنني بها سيارتك. سيارتك تاني يعني إيه؟ بقول له بص مع الحق هو صيغة واحدة، واضح؟ الحق هيبقى في الصيغة كده على بعضها. يبقى ده بكام؟ خلاص بعته لك بعشرة آلاف، تمام؟ ترهنني قصادها عربيتك، يبقى تكون لها صفقة إيه؟ مع الحق. يبقى بعته بعشرة ما بشرط رهن كام؟ بشرط رهن إيه؟ السيارة. لا 15 يبقى حلو. لا هنرهن السيارة ممكن تجيب 8، احنا عارفين. قال مع الحق او بعده. بعده دي طبعا واضحه قوي، يعني بعده بعد مده هات الفلوس. طب انت بتديني رهن، ما فيش مشكله خالص. قال للايه، قال فانه جعله اي الله عز وجل جعل الرهن بدل عن الكتابه وان كنتم على سفر ها ولم تجدوا كاتبا فايه، يبقى بدل الكتابة يبقى فيه ايه رهن. فعايز يقول لك الكتابة بتبقى مش قبل الحق، عشان كده قال لك فإنه جعله أي الرهن، فإن الله عز وجل جعله أي الرهن بدل عن الكتابة، فيكون أي الرهن في محلها محل الكتاب، وهو بعد وجوب الحق. يعني احنا بنكتب الدين بعد ما الدين بإيه بيثبت. ويصح مع ثبوته، يعني ساعتها مع الحق زي ما احنا قلنا كده، بعتك كذا إلى كذا إلى شهر إلى سنة ترهنني كذا بهذه العشرة، لأن الحاجة ها داعية ها إليه. قال ولا يصح قبله في ظاهر المذهب. يعني إيه؟ هياخد رهن وهيسلفه بكرة. طب الرهن قبل الدين طب معايا ولا لأ؟ تمام. وليس ايه ها احنا دلوقتي عندنا كم صورة؟ ثلاثة ها معه بعده قبله صح؟ معه وبعده ايه؟ يعني بعده ما في كلام، معه خلاص عملته، قبله هي دي اللي فيها الايه الاجتهاد. يعني هيرهن قبل ما يبقى مدين ها
هنشوف. قال طب صورتها ايه الاول؟ صورتها ازاي؟ واضح؟ هيقول له كده: رهنتك سيارتي هذه ب100,000 تقرضني اياها غدا، ويسلموا العربية الراحة. وبكرة ده عقد اتفقنا اهو، والقرض هيتسلموا امتى؟ بكرة. زي بالظبط كده، سلفك، هات لي راه، حلو كده الكلام، هات رهن والسلف بكره. خد الرهن فين؟ دلوقتي. والقرض امتى؟ بكره. طيب المؤمنون عند شروط. طيب جيد، نصبر بس. قال ولا يصح قبله في ظاهر المذهب، فعلا الحنبلة كده، الشافعية زيه. اختار أبو بكر والقاضي، أي القاضي أبو يعلى أبو بكر عبد العزيز، لأنه أي الرهن تابع للدين، فلا يجوز قبلك الشهادة. يبقى بيقيسوا على الإيه؟ على الشهادة. الناس تشهد إنه مدين، تشهد إزاي؟ ده جنون، هو لسه لم يستدن. تفهمني ولا لأ؟ فهو عايز يقول إن الرهن تابع للإيه؟ للدين. لأ، الرهن ده رهن بإيه؟ بالهوى ولا بدين؟ بدين. حلو كده الكلام؟ ما له وجود وليس شهادة على ما ننتظر إيه؟ أن يوجد. فيشهدون بدين ها موجود وليس دينا ينتظرون إيه؟ يعني هيشهدوا إنهم ناويين يتجوزوا؟ يعني تخيل كده، لو القاضي بيقول له أنت شاهد يا ابني ده اتجوز فلان، يقول والله أشهد إنهم كانوا بيتفقوا يتجوزوا في شهر 7. ما تفيدش، لا تسمن ولا إيه؟ ولا تغني، وعشان انت شاهد على الزواج انه فلان زوج ايه فلان. طيب ده القول الاول. وقال في الشرح: اختار ابو الخطاب صحته، مع انه شيخ القاضي بس خالف شيخه وخالف المذهب كمان، ماشي، وهو مذهب ابو حنيفة ومالك، وهو اصح ان شاء الله. ها بلاش كلمة خطأ دي، أصح أرجح، قياسا على الضمان كما قاله في الكافي. يعني هنا في وجهتين نظر، الوجهة الأولى بتقيس الرهن على إيه يا شباب؟ على الشهادة. الوجهة الثانية بتقيس الرهن على إيه؟ وبصراحة الرهن أشبه بالضمان، ده وثيقة وده وثيقة. فممكن واحد يقول لواحد سلفني، يقول له هتضامن وبعدين ابقى ايه؟ هات له واحد يضمنك الاول. فيجوز الضمان قبل الحق؟ يجوز. كذلك يجوز الرهن قبل الحق. اذا من جوز الرهن قبل الحق قوله اقوى، للقياس الاقوى على الايه؟ على الضمان. نعيد، صح؟ فهمتوا حاجه؟ يبقى الصحيح ان الرهن ايه؟ الاصل في المعاملات الحل على فكره. يعني احنا مش هنمنع غير لما يبقى في حاجه واضحه زي الايه؟ وبعدين الواحد يقعد يفكر كده، فعلا ابو الخطاب كلامه جميل. ابو الخطاب قال كالضمان، قياسا على الضمان، والرهن والضمان توثيقه الاثنين، فالشيء يقاس على جنسه اولى. انتوا معايا ولا لا؟ عموما هو في معنى الضمان والله تعالى. ليه؟ لان الرهن والضمان زي بعض في ايه بقى؟ ان انت لو ما جبتش هاخد من الضامن، ولو ما جبتش هاخد منين؟ من الرهن. هبيع الرهن. انتوا فاهميني ولا لا؟ ننتقل بسلام. قال وكونه ممن يصح بيعه، يعني اللي هو مين بقى؟ ها؟ الراهن. دي في شروط الراهن بقى، ان يكون ايه؟ بالغ، ها، عاقل، حر، ها، رشيد. يعني ما يجيش عيل صغير رهنتك كل ما املك ومش فاهم حاجه. واضح؟ قال لانه نوع من التصرف في المال، فلا يصح ان يجاز التصرف كالبيع قياس على البيع. وكونه ملكه أو مأذونا له في رهن. يعني إذا إما الراهن يملك، أو إن واحد أعطاه شيء وأذن له إنه إيه؟ يرهنه. يعني إيه؟ ممكن أقول لك معلش أنا علي دين والراجل طالب رهن، ممكن تعيرني السيارة أرهنها، وأنا إن شاء الله هفك وأقضي الدين وأرجع لك الإيه؟ فأقول لك أنت تقول لي اتفضل السيارة أرهنها. يجوز؟ يجوز. أنت معايا ولا لأ؟ أنا عرفتك كل حاجة أهو، أنا استعرتها عشان أعمل إيه؟ أرهنه. تعال نشوف. قال وكونه ملكه أو مأذونا له في رهنه. قال ابن المنذر:
اجمع كله زود شفيك. حبيتش اجيب كل بقى شروط الراهب، اشرنا اشارات بس للايه اللي على السبورة، التفاصيل في الكتاب كمدخل يعني. قال ابن المنذر اجمع كل من نحفظ عنه ان الرجل اذا استعار شيئا يرهنه طيب على دنانير معلومة، دي صورة ما فيها كلام، قال له علي دين 100,000، 2,000,000، 1,000,000، يبقى عرفوا الايه الدين على دنانير عند رجل قد سماه ما شاء الله، عشان الناس بتختلف في طريقة تقاضيها للحق وغير تمام. فقال هرهنها عنده فلان، قال الى وقت معلوم، يعني الى مدة ايه. قال ففعل ان ذلك جائز، ومتى شرط شيئا من ذلك فخالف ورهن بغيره لم يصح، وهذا اجماع ايضا حكاه ابن المنذر. هيبقى في تفاصيل في شوية حاجات هتيجي كمان شوية، يعني يقول له ما ترهنوش الا كذا، ما يجيش بقى ايه تفهمين يعني ما ترهنوش عند فلان راح برضو رهن عند مين، مش هينفع انتوا معايا ولا لا؟ طب في صورة جاية، وان رهنه باكثر، دي مسألة واضح يعني اتفقوا اللي يرهنوا بكام بعشرة، بس ما قالوش ما ترهنوش باكثر، هم متفقين على كام، غير مثلا ما التاني يشرط لا ترهنه باكثر من كذا فيعمل ايه يخالف. خلينا مثلا نقول الصورة دلوقتي، قال له ارهنه بعشرة فراح رهنه بايه بخمسة عشر، هل يفسد كل الرهن ولا نصحف المأذون فيه اللي هو كام عشرة، واضح؟ تعال نشوف. قال وإن رهنه بأكثر احتمل أن يبطل في الكل، يعني الرهن كله إيه لا يصح، واحتمل أن يصح في المأذون ويبطل في الزائد كتفريق الصفقة، وهذا عندي أولى والله أعلم، لأن معنا طرف ثالث حينضر. خدوا بالكوا الفقه في المعاملات محتاج تبصوا للصورة كلها. أنت دلوقتي المعير ده شخص ملوش دعوة بالموضوع، بيعير واحد يقول له في مرتهن دائن هو اللي هياخد، حلو كده الكلام، فأنا هرهنه على 100,000 راح رهنه على 120، لو انت قلت كله باطل المرتهن ده ما بقاش مع رهن، في طرف ثالث كده ايه ها، يعني انت دلوقتي بصيت لمصلحة مين بس؟ المعير. تاني كده يبقى دي زيد عمرو خالد، عمرو بيروح لزيد ادينا عربيتك هرهنها بمليون، حلو ده مين ده عمرو بيقول لمين لزيد، هروح رهن عند مين عند خالد بكام بمليون، راح عند خالد رهنها بكام بمليون ونص. لو قلت كده ان عمرو كذب على زيد وخالف يبقى مش هتصح الرهن، يبقى كده خالد راح كل حاجه، لكن لما تقول احنا مش هنضركوا كلكم هنمشي الرهن وبالمليون يبقى انت ما ضرتش زيد، هو مسامح في كام في مليون، حلو كده الكلام، وما ضرتش مين خالد ان انت ما قلتش خالص ايه ما فيش حاجه خالص، لعلكم فهمتموني تمام. يقول ها طبعا هو خالد كان طيب، ده التانية ما فيش حاجه خالص، لان اكتشفنا في الحقيقه ان عمرو خدعه ممكن ومفهمه ان العربيه ايه بتاعته. يقول عليه رحمة الله فإن أطلق الإذن في الرهن، يعني بيقول له إيه الدين العربية رهن، قال له خد رهنها زي ما أنت عايز. قال فقال القاضي صح ولو رهنه بما شاء، يعني بيقول له عايز رهنها قال له خد رهنها وخلاص على كده، وهو أحد قولي الشافعي. والآخر لا يجوز حتى يبين قدره وصفته وحلوله وتأجيله. اسمعوا يا شباب، يبقى في قولين، قول انه يرهنوا باللي هو عايزه طالما صاحب او المعير تنازل عن حق، ما سألوش بكام ولا عند مين ولا الدين حل ولا ما حلش. والقول التالي لازم يبين، الاصل هو راضي وحر، هو اللي عمل ايه اطلق الاذن. قال فان تلف ضمنه الراهن نص عليه لان العارية مضمونة. هنا بيعلمني ان احنا كل اتنين مع بعض لهم عقده، يعني هنيجي على جنب كده وهنلخص الحتة دي.
خدوا بالكم معايا. يبقى احنا هنا هيبقى في بعير وفي ايه؟ راهن. يبقى زيد اعار العربيه بتاعته لمين؟ عشان عمرو هيرهنها عند مين؟ يبقى الاثنين دول زيد وعمر العقد اللي بينهم ايه؟ عاريه. عمرو وخالد العقد اللي بينهم ايه؟ راهن. ده اسمه ايه؟ مرتهن. صح؟ صح ولا لا؟ المرتهن امين ما يضمنش. وبالتالي لو السياره دي تلفت عند مين؟ يبقى خالد وعمر. خالد امين معلوش حاجه. عمرو مع زيد. عمرو اسمه ايه؟ مستعير. عند الحنابلة والشافعيه ضامن مطلقا عند اكثر العلماء. حلو. يبقى دلوقتي هي تلفت عند ده بس ده ملوش ده اسمه مرتهن امين. يبقى مش هيضمن حاجه لعمرو. عمرو هيضمنها لمين؟ لزيد. يعني ايه؟ يعني ده مش هيضمن حاجه وهياخد دينه كامل. ها؟ اه بس هو امين. خلاص ده بقى اوتوماتيك فرط او اتعدى يبقى ده ايه؟ يبقى ده جاني. جاني يتحمل جنايته. ما هو الجنايه دي يا مباشره يا تسبب. حد فاهمني؟ يا مباشره ايه؟ يعني انت بتضمن يا بالمباشره يا بالتسبب. بالمباشره كسرها تعال. بالتسبب اهبل. ولنضرب مثال، واحد خبط واحد بالعربيه دي اسمها ايه؟ مباشره. واحد حفر بير في مكان غلط، واحد سقط فيه هيضمن بس ده اسمه ايه؟ تسبب. ما بشيرش بس هو السبب. فاهمني؟ فالضمان بيبقى له يا اما مباشره يا اما ايه؟ تسبب. جزاك الله خير. قال فإن تلف ضمنه الراهن. نص عليه لأن العارية مضمونة. هتكتب فوقها على المذهب. العارية مضمونة على المذهب لأن في تفاصيل جاية. العين الطويلة دي بتسميها قفزات مهمة. قال فإن فك المعير الرهن بغير إذن الراهن محتسبا بالرجوع. يعني المثال بتاعنا زيد خاف على العربيه فراح لخالد قال له دينك كام؟ مليون. قال له خد. وخد عربيته ايه؟ ومشي. حلو. ما قالش لعمرو ساقضي مكانك الايه؟ الدين. يرجع ولا يرجع؟ بلا شك هنا هو عندهم خلاف من ادى دينا عن غيره يرجع ولا ما ايه؟ ما يرجعش. تفهميني ولا لا؟ والصحيح انه يرجع. انتوا معايا ولا لا؟ خاصة في صورتنا دي. لأن هو أورطه معاه، قال له هات لي إيه؟ حاجتك إيه؟ أرهنها، صح؟ فالراجل خايف إنها إيه؟ يعني ده مش جاي بره المشكلة كده ويدخل نفسه فين؟ في مشكلة، لا ده في الحقيقة عمرو اللي هو المستعير هو اللي أدخل مين؟ زايد في المشكلة، فهو عايز يخرج منها، فما نقولوش أنت دفعت طالما ما استأذنتنوش مالكش حاجة، لا. ده بعيد. ولذلك قوله هنا فإن فك المعير الرهن بغير إذن الراهن محتسبا بالرجوع فليرجع على روايتين بناء على إذا ما قضى دينه بغير إيه؟ بغير إذنه. الصحيح أنه يرجع. والحنابلة حتى عندهم إن هو من ضمن بغير الإذن وقضى بغير الإذن يرجع. فأولى هنا من باب أولى إن احنا نقول إيه؟ يرجع. والله تعالى أعلى وأعلم. قال وكونه يعني الرهن. فهمتوها كده ولا لسه؟ تمام. وكونه معلوما جنسه وقدره وصفته. يبقى لابد الجنس. انت هترهن ذهب ولا فضة؟ واضح كده ولا لا؟ والقدر يبقى ده الف الفين. انتوا معايا ولا لا؟ والوصف كان غويشة كان كل حاجة بتاعته. قال لانه عقد على مال فاشترط العلم به كالمبيع قياسا على المبيع على السلعة. وكونه بدين واجب الف أو مآله إلى الوجوب باء فيصح بعين مضمونة. ممكن تبقى جيم عشان احنا ايه؟ تفهميني ولا يعني عايزين نتصور كده. يعني هو خلى العين المضمونة زي الديون اللي مآلها للايه؟ للوجوب. هنشرح ده كله. وكونه بدين واجب يعني دين لازم كقرض. الكاف دي من باب ضرب المثال. قرض ده دين لازم يا اخوانا، دين واجب. هنا مكتوبه كفرض. كفرض لا كقرض. نعم. امال هو
كفرض كالإرث. ماشي كقرض. أصل الفرض ده ماشي لما يبقى بقى إيه، واحد خد فرض واشتراه. أصل أنت عارف يعني فرض ليك فرض صح؟ متى يبقى دين؟ لما أنا أعمل إيه بقى إيه؟ اشتريته وبعدين بعد كده فهترجع كأنها ثمن. تفهمني كده ولا لا؟ فقرض أولى. لا ما أعني هذا، يعني أقصد إن يعني التأمل قد يجعل يعني لما يبقى في كلمة تفيد معنى زائد أكتر ما تبقى شبيهة بالأخرى. فلما نقول فرض يعني إيه فرض؟ يعني الزوجة لها التوب وولاد الأب عايزين يروحوها، فهيدوها رهن عشان خدوها، ده اسمه شراء، فيدوها رهن مقابل تمن الإيه؟ الفرض. فكأن إحنا بنقول لإيه؟ لتمن، اللي هي المثال اللي وراه قال كقرض وثمن. فهمتني؟ فيبقى إيه؟ فالأولى ما نخليش فرض وثمن، لأن هي أشبه الفرض، هيقولوا إنه هيبقى إيه؟ ثمن. يعني بيبقى عندنا حاجات أولى من أخرى. قال كقرض وثمن وقيمة متلف، يعني وكسر عربية بقى عليه الدين، هات بقى إيه؟ رهن. قال أو مآله للوجوب، ولم يذكر مثالا، والمثال الواضح كالثمن في مدة ها الخيار، إنما قالوا إلى ها الوجوب. قال فيصح بعين مضمونة، دي حاجة معانا بقى اللي هي دي، ده مآله للزوم برضو، بس ده هو لسه ما بقاش دين، هو ده إيه؟ عين. بس الدين بقى تبقى إيه؟ يا مثل العين لو مثلية، يا إما إيه؟ قيمتها. فاكرين القرض؟ مهم جدا اللي خدتوه النهاردة. قال كغصب وعارية عن مذهب ومقبوض على وجه الثوب، فكل مقبوض على وجه الثوب يعني هو بيفاصل واخده قال له هوريه للزوج او للاولاد، لو عجبهم اخده. وده كان له حالتين، اما حد التمن او لسه ما ايه، قال له خلاص 150، قال له هوديه لو عجبهم هشتريه. وكان ده معروف زمان، الناس يعني كان بيعملوا كده من ثقة الناس في بعضهم ومن حياء النساء ايضا يعني، فكان بياخدوا الحاجة يودوها البيت ويتفرجوا براحتهم، ولو عجبهم بيشتري باللي اتكلم عليها. قال عليه رحمة الله فيصح بعين مضمون كغصب وعريه ومقبوض على وجه الثوب أو بعقد فاسد، يعني عقد فسد تخلف فيه شرط من الايه من الشروط، يبقى ده ايه؟ ها مضمون. قال لا على دين كتاب، دي أمثلة بقى ايه لدين لا هو لازم ولا مآل للزوم، اللي هو دين الايه الكتاب. ما دين الكتابة؟ قال أنا ده عبد أراد أن يشتري نفسه من سيده، فكتب عقد الكتابة، يعني اشترى نفسه على أقساط، الآن سنترك العبد ينطلق ليعمل ويتملك ليدفع. العبد قد يعجز، مش ضمنين، قد يعجز فيعود عبدا كما كان، وما جمعه أيضا كل المين لسيد، أو يملك أن يعجز نفسه يقول أنا كنت يعني ولكن انا عجزت خلاص، هو عجز نفسه، او قد يعجز بالفعل، هو يملك تعجيز نفسه يقول هرجع زي ما كنت، او انه قد ايه يعجز فعلا. يقول عليه رحمه الله ولا على عاقله قبل الحول، احنا عندنا العاقله تحمل الخطا وشبه العبد، وتحمل في كل عام ثلث الديه، تلت تلت تلت. طيب الآن المفترض إن احنا هنفرض على الناس بعد ما يمضي الحول، لأن هيدفعوا في نهاية كل حول الإيه؟ الثلث. هنقول أنت عليك وأنت عليك، احنا مش عارفين هيجي نهاية الحول يبقى حي ولا ميت، غني ولا فقير، مجنون ولا عاقل. ولذلك هم بعد الحول ربما يتغير حالهم، تفهميني ولا؟ يعني يموت، يصبح فقير، مجنون، لكن إذا تم الحول لازمته. العقيلة دي في الحقيقة يعني هي تكافل، واضح معايا ولا لا؟ فهنا التكافل ده له شروط، فلازم بلا شك اللي هيعمل تكافل ده يبقى غني، يعني ما يجيش واحد فقير نقول له عليك في الدين، لا بنطلعه بره، هو اصلا محتاج اللي ايه اللي يكفله، فهو ايه، فلذلك في شروط عندهم. فاحنا هنا العقيل عليها تلت تلت تلت. امتى هيظبط التلت الاول؟ فين؟ مع اول حول. طب مع الحول الثاني يا عالم مين هيبقى موجود، وعالم مين يغنى ومين يفقر، وهكذا.
العقيلة كبيرة بقى، واضح عصبة الجاني، واضح. وهناك خلاف هل يدخل الأب والابن أم لا. أما هم العصبة قريبهم وبعيدهم، فهؤلاء هم عاقلتهم. يقول عليه رحمة الله: ودين على عاقلة قبل الحول ولا بعهدة مبيع، لأنه ليس له حد ينتهي إليه فيعم ضرره. رائع جدا. يعني عهدة مبيع؟ الآن هقول أحد الصورتين، وقال له صورتين، هقول واحدة بس والله المستعان. كان فيما مضى قبل أن يشترط أن يأتي الإنسان بورق فيه تسلسل الملكية، من اشترى من 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 هكذا، صحيح؟ فكان قبل ذلك الناس تبيع وينصب ويخدع، يبيع لهذا ثم يبيع لهذا ثم يبيع لهذا ثم يبيع لهذا، باع العشر. الآن الرجل اشترى وخايف، فعايز يقول أنا أريد منك رهن. لماذا؟ حتى إذا خرج أو خرجت هذه الشقة أو هذه الأرض مباعة، الرهن أبيعه وأخذ ما دفعت. فهمني ولا لا؟ طيب الآن يبقى يأخذ رهن باللغة البسيطة المصرية العامة، رهن خوفا كده عامي خالص أن يطلع بقى الأرض إيه قبل كده. عدى سنة الدين الرهن، يقول له أنا عارف ممكن يطلع واحد بعد سنة، صحيح؟ يطلع واحد بعد إيه؟ مش بيجي ناس بعد كذا سنة يقولوا إيه؟ بيطلع بعد 10 سنين، صح؟ فده معناه أننا ناخد رهن هيفضل مركون طول العمر، إن مفيش سقف هنقول بعد كده مستحيل يطلع إيه؟ يطلع ملك مختفي. أنت عارفين الحاجات دي ولا لأ؟ يعني دلوقتي كان زمان ممكن يجي واحد من بره متباع له البتاع ده من 30 سنة وهو ما إيه؟ ما يعرفش، مسافر بره وشاري وراجع بقى على أساس إن الأمور إيه؟ متظبطه، صح؟ يطلع يلاقي شاري رقم 7. انتوا معايا ولا؟ ولذلك بدات حته التسلسل الملكي والحاجات دي عشان الناس اتخدعت كتير، الناس موتت بعض ومشاكل كبيره جدا، واضح؟ ويخشوا الشقه كلهم بقى واللي يفرض واقع وغيره. الغرض المقصود اللي انا عايز اقوله ان ده ملوش سقف، يقول له لا ده ساعات بيطلع واحد تاني يطلع لنا بعد 15 سنه، فيبقى لو خدت رهن هيتركن على جنب كده مال مش مستفاد بيه. الرهن الحبس يبقى ده محبوس، حلو كده؟ غير الضمان. ممكن هتقول له انا ضامن لو في يوم من الايام هدفع، مفيش مشكله، مفيش مال ايه؟ متعطل النفع، لكن المال ده كده متعطل الايه؟ النفع. فهمتوني؟ ولذلك قال هنا كلام جميل، لانه ليس له حد ينتهي اليه فيعم ايه؟ ضرر. الى هنا في مشكله؟ أو يطلع خطف الأرض من واحد تاني، مش لازم بيعها، يطلع غصبها، واضح؟ أو يطلع المشتري غصب الثمن، بس كده هتنقلب الدنيا. أنتوا معايا ولا لأ؟ جيد، مسألة جديدة. حتة العين المضمونة الملكية بيوافقوا الحنابلة في دي، إن يصح الرهن بالعين المضمونة. بيقول لي: وكل ما صح بيعه صح رهنه. جميل. لأن المقصود الاستيثاق للدين باستيفاء من ثمن عند تعذر استيفاء من الرهن، وهذا يحصل مما يجوز بيعه، واضح؟ ولا يصح رهن المشاع لذلك، ألا خطأ فاحش، ويصح رهن المشاع لذلك خطأ فاحش، حكم فقه عكسي. الله المستعان. الحنابلة يريدون أن يردوا على الأحناف، لأن الأحناف خالفوا الجمهور فقالوا لا يصح رهن المشاع. يعني إيه؟ الآن أنت عليك دين باللغة المصرية وقدر الله ما شاء فعل، مع أن أول ناس هيسمعوا الشرائط دي غير مصريين، ولا أدري كيف نحل تلك المعضلة. هل نراعي من سا أم من يا؟ يعني نراعي من يسمعون الآن أم من سيسمعون؟ فماذا ترجحون؟ ألا تؤثرونهم ولا تحبون لهم؟ المهم مش عارف، اضطر اي واحد مستحيل يتجاهل اللي قاعدين قدامه.
فهنا هو الأحناف قالوا أن رهن المشاع ما ينفعش. في فرق بين المشاع والمتميز المفرز. يعني زي ما دايما بقول بيت زي ده ورثوا 2 أولاد 2 بنين عن أب، ده كده قبل ما يتقسم اسمه مشاع، كل شبر هما مع بعض فيه لحد ما يجي يقسمه، بقى ده مفرز خلاص متميز، ده نصيبك ده نصيبي. فهنا هم عايزين يقولوا ايه الأحناف؟ يقول لما ترهن انت بقى نصيبك، فين نصيبك؟ كله داخل فين؟ هترهنه ازاي بقى؟ ده عمل زي ايه؟ زي حبوا الواحد ايه؟ خد السيارة دي يوم راح ويوم مش راح، يوم راح وايه؟ ويوم يعني ايه؟ مش ماشي على طول. فعايز يقول له ايه؟ ما هو فين نصيبك منين؟ في حتة في رهن وحتة ايه؟ مش رهن، اللي نصيب مين؟ ها؟ مش الحنابلة بيقولوا انتوا ليه بتصاحبوها او كده عملتوا ايه؟ هم والجمهور، الجمهور بيقول هو احنا دلوقتي بنرهن عشان ايه؟ نبيع. لا صح، لا 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 لا، في الاخر لو ما فيش هنعمل ايه؟ هنبيع صح. طب خلاص هو ما جابش، هنبيع حصته، ايه المشكله؟ شرعا لو في شراكه هنعرض على الشريك، تشتري يا ابني واحد تاني يشتري عشان في حق شفعه. يبقى اذا الحال اللي عايزين يقوله طالما المشاع ينفع يتباع، فايه المعنى ان احنا نقول ما يصحش ايه؟ رهنه كده كده هيعمل ايه؟ هيتبقى. طب وبعدين نعمل فيه ايه؟ عادي، انا دلوقتي راجل شريك واحد، انا معايا واحد شريك، رهنت نصيبي، هيجي المرتهن يبقى مين؟ مكاني مع مين؟ مع الشريك، وحسب ما اتفقوا بقى، يقول له خليها كلها معاك، لا خليها نجيب واحد تالت هو اللي يحفظها لينا احنا الاثنين، مش هتبقى مشكله. طب اختلفنا، الحاكم اللي هو القاضي يعني هيحدد، يجيب واحد امين ببلاش، يجيب واحد مش بلاش، يجيب بفلوس ويحطه على الايه؟ معايا ولا لا؟ ويراعيها. مش عارف جت معاكم ولا لسه شويه. فهنا مساله ان ده مشاع ما فيش اي مشكله، لان المشاع كده كده ايه؟ ها يجوز ايه؟ بيعه، ما فيش مشكله خالص. هو ده اللي عايز يقول، عشان كده وهذا يحصل مما يجوز بيعه ويصح رهن المشاع لذلك، وليس ان هو ايه؟ ها؟ قال الا المصحف. نرجع للمتن. وكل ما صح بيعه صح رهنه الا المصحف. في فرق بين قولنا كل ما جاز بيعه وكل ما صح بيعه، هي دي بس قد لا ننتبه اليها احيانا من السرعه، بس لو ركزنا تاخدوا بالكم. هو قال كل ما جاز ولا كل ما صح؟ وفي فرق. صاحب الكتاب هنا يرى ان بيع المصحف حرام ويصح العقد. فاكرين اول حاجه فين؟ فقال بيع المصحف حرام والأمة التي يطأها قبل استبراء، فاكرين ولا لا؟ ولكن قال ويصح الايه؟ فاذا بيع المصحف صحيح مع الاثم مش مفسد العقد. ايش هذا؟ صحيح مفسد العقد، الاثنين لا يجتمعان. اذا هو متحرك ساكن، حي ميت. كل ما يصح بيعه صح رهنه الا المصحف. على فكره ده مثال ان ساعات ما يبقوش عارفين المذهب ايه. يعني هنا شجار كبير، هل بيع المصحف صحيح او غير صحيح؟ فهناك من يقول مذهبنا نحن معاشر الحنابلة هم يعني بيقولوا عدم صحة بيع المصحف، وهناك من يقول بل مذهبنا نحن معاشر الحنابلة صحة بيعه مع الإثم. يعني المسألة هنا فيها اختلاف كبير جدا، هل هو يصح ولا ايه؟ اللي يعنينا صاحب الكتاب اللي هنا كان اختار ايه في المصحف؟ لا، صحة البيع مع الايه؟ فاذا كل ما صح بيعه دخل فيها الايه؟ المصحف. فمش هينفع يرهنه لانه هيأدي لبيعه اللي هو صحيح، صحيح بس بيعه ايه؟ محرم. واحنا مش مطالبين بالاحكام الوضعية، احنا الاصل مطالبين بالاحكام الايه؟ التكليفية. يعني انت مطالب بحرام ولا حلال؟ يصح ما يصحش دي حاجة تانية. يعني انت عملت البلوة، احنا بعد كده هنقول لك دي ايه؟ صحيحة، فاسدة، تعيدها ما تعيدهاش، بس انت اصلا مخاطب بالاحكام الايه؟ انت عملت الغلطة، هنقول لك عدت ولا هنقول لك ما ايه؟ ما عدتش، دي مسألة أخرى، عيد ولا ما عيدش، رجع ما رجعش، لكن أنت مطالب إن أنت إيه؟ ما تعملش. كعبلتها. أنتوا فاهميني ولا لأ؟ يعني أنت ما تقوليش إن، هضرب لك مثال. بيع النجش عند الحنابلة صحيح، بس ده مع الإثم. يعني إيه البياع؟ يقول لك تعال أقف في الطابور
في المزاد وعلي. حلو كده الكلام؟ قالوا البيع صحيح لان النهي راجع للرجل اللي بره ده، لكن في نهايه هم عقدوا مع بعض. صح مع الاثم ولا مش مع الاثم؟ ما جيش واحد بقى جاهل يقول لك طالما صحيح اعمله، لا ده اصلا ده ايه؟ محرم. الصحه وعدمها ده حاجه تانية، بس الشرع حكم عليك بيه، ده حاجه اخرى، الاحكام الوضعيه طبعا ولا لا. لكن الشرع كلفك بايه؟ دي الاحكام الايه؟ تكليفيه، انت مكلف بترك ذلك ومنهي عن ان انت ايه تعمل دي. فبالتالي هنا انت حرام عليك تبيع عندهم، حرام عليك تبيع المصحف بغض النظر طبعا ده عندهم. الصحيح ان بيع المصحف جائز ولا شيء فيه، احنا خلفناهم في دي اصلا ساعتها فاكرين ولا لا؟ بس لازم نفهم اللي في الكتاب ولا نقفز عليه؟ نفهمه، بعد ما فهمناه نقفز بقى. الصحيح ان بيع المصحف اصلا ايه؟ يجوز وليس بيعا لكلام الله. قال الى المصحف فلا يصح رهنه ولو لمسلم لانه وسيله الى بيعه المحرم ولا غير الصحيح؟ المحرم لانه عنده صحيح. وما لا يصح بيعه كحر، يبقى ده بقى مش ما يصحش اصلا، يعني البيع باطل. غير اللي ما يجوزش، البيع مش باطل بس حرام عليه. قال كحر وام ولد، زي اللي بيبيع على الراجح يا ترى، خلافا للحنابل اللي بيبيع بعد نداء الجمعه، ما حرام عليه بس مش هنقول له فلوسك حرام، اللي حصل حصل. قال كحر وام ولد ووقف، الوقف لا يباع، وكلب، واحنا استثنينا كلب الصيد لا يباع، وآبق ومجهول، كل ما لا سبب، لا يصح رهنه لانه لا يمكن بيعه وايفاء الدين منه، وهو المقصود بالايه؟ يعني اللي ما يتباعش هنرهنه ليه؟ احنا في الاخر عايزين نعمل ايه؟ الا بدا يستثني حاجات ما ينفعش تتباع بس هنعمل ايه؟ هينفع نرهنها ازاي؟ قال الا الثمر قبل بدو صلاحها والزرع قبل اشتداده حبه فيصح رهنه بصح طبعا. ليه؟ الفكره اصلا ان في فرق كبير جدا في البيع، انت بتدفع فلوس قصاد ايه؟ سلعه، السلعه ممكن تيجي وممكن ما ايه؟ غير هنا انت دينك موجود، انت بتاخد له وثيقه، تاخد له ايه؟ طب الوثيقه تلفت، الدين ايه؟ زي ما هو. فده في الحقيقه، انتوا معايا ولا لا؟ يعني ده توثيقه، فهم عايزين يقولوا الزرع او الثمره قبل بدو صلاحها ده توثيقه للدين، ان تلفت فالدين بايه؟ بحاله، الدين بايه؟ وكذلك الزرع قبل اشتداد الايه؟ الشرع نهى عنه لانه ممكن ما يطلعش، ممكن ما ينضجش يعني. معايا ممكن تيجي عاصفه وايه؟ وكله يروح، بس في النهايه الدين هيبقى كما ايه؟ تعال نقرا كده. قال فيصح رهنهما لان النهي عن بيعهما لعدم امن العاهه وبتقدير تلفها لا يفوت حق المرتهن من الدين، لان الدين باقي زي ايه؟ لتعلقه بذمه الرهن، دي نمره واحد. او ممكن تقول الا الثمره قبل بدو صلاحها واحد والزرع قبل اشتداد الحب كده كام؟ اتنين ثلاثه. والقن دون رحمه المحرم، مهمه قوي قوي قوي. يعني ايه ده بقى؟ الحنابلة صراحة اقوى المذاهب في الحتة دي. والحديث ورد، قال عليه الصلاة والسلام من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة. يبقى لو واحد عنده ام ومعها بنتها او ابنها عبيد، فباع الام لوحدها او البنت لوحدها او الولد لوحده، لا يجوز. يا ترى الامر قاصر على الام ولا كل القرابة درجة اولى؟ ايه المكتوب في الكتاب؟ ها؟ رحم المحرم. القرابة درجة ايه؟ ايه رحم المحرم؟ خدناه قبل كده ان لو واحد راجل واحد ست يبقى ده ايه؟ محرم، يعني اخ واخ. لو واحد فيهم اتقلب بنت هيبقى اخ واخته محرم ليها؟ واحد وعمه اتنين عبيد، لو ده بنت هيبقى عمها ايه؟ محرم ليه؟ يبقى ده اسمه رحم ايه؟ محرم. طب واحد وابن عمه لو اتقلب بنت مش محرم، يبقى مفيش مشكله، يبقى ده لوحده وده لوحده. طب الحنابله جابوا المحرم ده منين؟ من حديث علي رضي الله عنه انه كان له غلامين، كان له غلامان اخوان، واضح؟ فباعهما، اسف، فباع احدهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم رده رده، ما قالش اشتري، وده معناه ان البيع ما صحش. يعني صلى الله عليه وسلم ما قالوش اشتري منين؟ من جديد. فنقول ان البيع صح مع الاثم، واعمل ايه؟
واضح واشتريه، لا ده بقول له ايه رد هات هات هات. فظاهرها ان البيع ما ايه ما صحش، بس على الصحيح ان هذا اذا كان الطفل صغيرا، اما لو بلغ فيجوز التفريق والله اعلم. ها الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت هناك في السبايا ام وابنتها، وكانت البنت من اجمل نساء العرب، فاعطاها النبي صلى الله عليه وسلم لقومها وفاد بها اسرى مسلمين والله اعلم. وهذا تفريق ولكنه بعد البلوغ. بس ما قالوا الجنة. ما اعرفش. اياكم تطلعوا برا، خليكم مركزين. كلام تقيل عليكم صح؟ مش عارف اقول ايه. هي لو حد اول مره يدرس الكتاب لازم يصبر شويه، بس اسمع المحاضره كتير. هنا بقى الفكره هنا ايه؟ اذا ما ينفعش تبيع الام من غير البنت صح، بس ينفع ترهن الام من غير البنت والبنت من غير الام، لان انت لسه ما بعتش. حلو، اصل ليها حل. لما تيجي تبيع هنجيب التاني من ايه ونبيعه، انتوا معايا ولا؟ لان الرهن هو لسه لوحده مجرد وثيقه بالايه بالحق. انتقل الملك فيه ولا ما انتقلش؟ انتقل الملك ولا لم ينتقل؟ لم ينتقل. امتى ينتقل؟ لما نبيع. انت نمت ولا لسه؟ لسه. طيب وكنت ناوي يعني. تمام، تعال نشوف كده بسرعه. قال يا اخي اسكت. ايه اسكت. تلك كان باب القرض، لقد دخل اليمين في اليسار واليسار في اليمين وصرت لا تعرف الليل من النهار. دخل اليمين في اليسار واختلط الليل بالنهار. قال لأن الرهن، بص التعليل فقيه جميل، لأن الرهن لا يزيل الملك، ده مش بيع، فلا يحصل به التفريق. فإن احتيج إلى بيعه بيع رحمه معه، لأن التفريق بينهما محرم والجمع بينهما في البيع جائز. فتعين لأن ما لا يتم ترك المحرم إلا بفعله هيبقى فعله إيه واجب، وإحنا لا يمكن أن نترك التفريق إلا بأن يباع إيه سويا. إذن يجب البيع إيه. بس قال حتة خطيرة جدا جدا، قال ولي المرتهي من الثمن بقدر قيمة المرهون، قال معناه في الكافي. دقة عجيبة، بيضرب بيربط كل الأبواب ببعضها. يعني دلوقتي احنا فرق عندنا في الشرح ما بين الدين اللي برهن، على فكرة هما بيعلمونا الفقهاء مع عن طريق الشرع يعني ازاي نحافظ على ديوننا. يعني لو واحد له دين عند واحد، فرق كبير كما بين السماء والارض لو خد رهن ولو ما خدش رهن. ازاي لو ما خدش رهن والراجل ده اتحجر عليه وبقى مفلس؟ زيك زي غيرك، خش اسوه الغرماء. يعني جمعنا الديون طلعت 10 مليون، بعنا كل املاكه طلع 1 مليون، ليك كام؟ العشر. انت ليك عنده كام مليون؟ خد 100,000 وروح. غير لو كنت واخد رهن بدينك لا يشاركك احد. ازاي؟ يقولوا راجل احتاط لنفسه، هو لم يرضى بذمتي صح ولا لا؟ عشان كده طلب منه ايه رهن، ما اكتفاش بايه اللي اكتفى بالذمه، اكتفى بالذمه انتوا معايا ولا لا؟ لكن ده ما اكتفاش بالايه، ده خد عين. ولذلك بص كلام الفقهاء ايه، هيبقى لوحده في الرهن يتباع، وفى دينه وفى، ما وفاش خد كله، ويخش اسره الغرماء باللي فاضل بس. ولنضرب مثال، خد رهن بكام؟ ب 900,000، او خد رهن هو له مليون، باع الرهن جاب 900,000، فاضل له كام؟ رحنا لقينا فلوسه كلها عشر ديونه كلها، ده ياخد من 100,000 كام؟ 10، يبقى طار عليه من المليون كام؟ 90. غيره كل دينه ما خدش منه الا كام في المية؟ 10، يعني ده 90,000 من مليون ولا حاجه. تمام؟
عشان كده هو بيقول لك هنا. فهنا دلوقتي هو كان راهن الام، خد بالك معايا، كان راهن الايه؟ الام. باعها مع الولد جابوا 300، جينا نقيم النسب قالوا الام تساوي 200 لوحدها والولد معاها بكام، يبقى الام كده تساوي كام؟ 200. نقول للراجل ده انت ليك دين عنده كام؟ قال 400. نقول له خلاص خد 200 وايه؟ ها؟ لا يشاركك ايه؟ ونبص الراجل ده لو مش محجور عليه عادي، يبقى ال 200 التانيين نعمل ايه؟ طالبوا بيهم، بس ده يبقى اسمه دين مرسل بلا رهن، دين في الذمه مرسل. لكن لو محجور عليه حضرتك بقى هتعمل ايه؟ هتخش قصه الغرباء بالايه؟ ففي فرق كبير بين اللي اديني برهن، الدين اللي برهن والدين اللي ايه؟ عشان كده هو قال لك هي دي رهن عنده له من ثمن، هيبيعهم الاثنين مع بعض، له من الثمن بقدر الايه؟ المرهون، له من الثمن مش هشاركه حد فيه ابدا. ده لو افترضنا ان معاه ايه؟ هو طبعا ممكن المساله يبقى محصلتها واحد امتى؟ لو كان الراجل مش محجور عليه ومفيش دينه ثانيه والعمليه ايه؟ بسيطة، فاحنا ايه كده كده هناخد الايه حقك، هناخد ايه. المشكلة هتظهر قوي امتى؟ لما يبقى في ايه ديانة تانية وهو ايه اتحجر عليه، هيسلك بايه؟ بتمن او بقدر قيمة الايه المرهون من التمن، والباقي يضرب بيه مع الباقي. لا ادري ظهرت ما ظهرتش، بين بين. كم واحد شايفها ظهرت ترفع ايده؟ لا حلو او كده، الباقي يسمع التسجيل. لا اصل في ناس فصلت بدري، انت خلاص متعب، كنت في الشغل النهارده؟ امال ايه؟ طب انت ده هو بس فرق كتب، ربما اكون لسه يعني حضر قبل ما تيجي. ازيك يا طفل لو تعصب برضه؟ اسكت. المؤثر ده في ايه؟ مش فاهم. لو تعصب هو هستوقف منه، انما لو دين مش هقول فرازات. يا عم الشيخ انت دلوقتي احنا عندنا الرهنين، خد بالك تعصب فين؟ لو انا انت مش متخيل احنا دلوقتي ولا اتنين، احنا قلنا له مش هيشاركوا حد، لكن كده كده هو لو ما فيش الا هو مش هتدور في التعثر، ولسه باع ايه؟ باع اتنين، ناخد التاني وبعد كده ندور في التعثر. كانت معاك هتبيع الرهن. مش هتبيع عليه. ايوه ما هو الرهن هنا يا شيخ باع معاه حاجه تاني. خلاص هو ما خدتوش بالكم منها لسه على فكره. ماشي وانت بتتكلم بشكل خاص. وانا متضايق جدا عشان الوقت. قال ولا يصح رهن مال اليتيم للفاسق. وده معناه انه يصح الغير الايه؟ الفاسق، مفهوم المخالفه. لانه تعريض به للهلاك، لانه قد يجحده الفاسق او يفرط في فيضه. يعني دلوقتي الولي اليتيم لابد ان يفعل له الاحظ، والاحظ ما تسلطش واحد فاسق على مال اليتيم. الله المستعان. ماشي. قال فصل. كفايه كده النهارده. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.